واحد. رقم اتنين، اللي متابع المواقع التونسية يعرف ان الدنيا هناك الشحن المعنوي للجمهور على اشده. مواقع السوشيال ميديا التونسية والصفحات، واللي متابع يعرف ان جماهير الترجي في تونس، لا في يعني هناك شحن معنوي شديد جدا 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 جدا، ووقفة كبيرة جدا 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 مع فرقة الترجي. ادي واحد. اتنين، على حسب ما يقال وعلى حسب المعلومات اللي جاية وشفناها، ان في قرارات هناك ان سوف يتم فتح الباب للجمهور، وبالتالي مش 50,000 اللي هيحضروا. توقع ان الاستاد هيبقى يوم الجمعة القادم بمشيئة الله تعالى هيخش له في 60 65 ألف مشجع، وفي بعض الأنباء إن الدخول مجانا، بعض الأنباء بتقول كده إن الدخول مجانا. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه للأستاذ رئيس نادي الزمالك، هو حضرتك فين من الأحداث دي؟ حضرتك فين من الأحداث دي؟ يعني النهاردة فرقتك موجودة في تونس، فرقتك في شحن معنوي كبير، حضرتك والله يا فندم ولعت الدنيا وقومت الدنيا ما قعدتهاش علشان ما يسافروش قطر، وعلشان ما يلعبوش السوبر الأفريقي في قطر، وعلشان تهديدات بالقتل في قطر، وعشان والفيلم الهندي بتاع قطر اللي انت كنت بتتاجر بيه سياسيا وبالتاجر بيه شو اعلان. دي تونس، والنهارده في بعض الاجواء المشحونه، بعض الاجواء المشحونه اللي موجوده هناك حوالين البعثه. سين، سؤال، موقف حضرتك ايه؟ تصريحات حضرتك فين؟ خطوات حضرتك على الأرض اللي بتتخذها كرئيس لمجلس إدارة هذا الكيان في مواجهة حدث مهم زي كده، أنت فين؟ ولا اللي شاغل بالك دلوقتي السيناريوهات بتاعت الكليبات الصغيرة الأفلام الهندي اللي أنت عمال تعملها، وسايب الفرقة هناك بقى يتعمل اللي يتعمل فيهم؟ هو أنت ما اتعلمتش؟ يعني انت ما اتعلمتش من كابتن محمود الخطيب؟ هو احنا مش قلنا هنا مرة واتنين وتلاتة كيفية القيادة؟ الراجل لما لقى الدنيا مشحونة واجواء مشحونة، تمام؟ الدنيا مشحونة، لسه لم يتأكد هذا الكلام ان المباراة بدون جمهور عشان كورونا، لم يتأكد هذا الكلام. اوكي؟ فانت النهاردة شايف محمود، كابتن محمود الخطيب مثال حي، لما فرقة النادي الاهلي كان عندها مشاكل في السودان تصدر المشهد، راح تحمل المسؤولية وعين نفسه رئيسا للايه؟ للبعثة. نفس الكلام عمله في سان داونز، تصدر المشهد وطلع نفسه رئيس بعثة عشان يتحمل المسؤولية كاملة متكاملة في واحدة من اصعب الايه؟ المحطات للنادي الاهلي. دي او ده النموذج بتاع رئيس النادي اللي بيحب الكيان وبيشتغل لصالح الكيان. انا بقول كده ليه؟ توضيحا للناس ومقارنة للناس ما بين رجل بياخد من الكيان، يستفيد من الكيان، لا يعطي نفسه، لا يعطي الكيان بل يعطي لنفسه، بيشتغل الكيان على انه عزبة سابها له الله يرحمه، وراجل تاني بيدين بكل الاعزاز للنادي الاهلي، بيدي النادي الاهلي اكتر ما بياخد من ورا النادي الاهلي بكتير. هي ديت المقارنة وهي ديت المفارقة الكبيرة. وعلى النفق اللي احنا بنتكلم فيه، فانا بطلب علشان ننهي الصفحة دي من رئيس الجمعية العمومية لنادي الزمالك، دي الموبايل
من رئيس الجمعية العمومية لنادي الزمالك انه ياخد خطوات على الارض في اتجاه التهدئة، ياخد خطوات على الارض في اتجاه تأمين بعثة نادي الزمالك في تونس، ياخد خطوات على الارض علشان الدنيا هناك على الاقل يبقى فيه تأمين للعيبة نادي الزمالك ولفرقة نادي الزمالك بغض النظر عن الكورة. احنا ما بنتكلمش كورة دلوقتي، احنا بنتكلم دلوقتي ايه، في اجواء مشحونة لازم لك دور، لازم لك دور. مستر كارتيرون طبعا عمل سكواد لمواجهة الترجي مكون من محمود عبد الرحيم جنش وعواد وابو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى، محمود علاء والونش ومحمد عبد السلام، حازم امام، احمد عيد، محمد عبد الشافي في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن واحمد سيد زيزو ويوسف ابراهيم اوباما ونجم واشرف بن شرقي وشيكابالا ومصطفى فتحي واسلام جابر ومحمد عنتر في خط الوسط، ومصطفى محمد وكاسونجو كابونجو في خط الهجوم. استبعد كارتيرون كل من عبد الله جمعه وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد من السفر الى تونس. رئيس البعثة طبعا هو السيد الأستاذ المستشار الجليل أحمد جلال إبراهيم. ده كده